تواصل القافلة العلاجية في قرية أدندان التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان أعمالها لليوم الثاني على التوالي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 689 شخصا، حيث تضمنت القافلة 10 تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية. وتضمنت القافلة التثقيف الطبي للسيدات ورجال القرية حول الأمراض المزمنة التي تتعلق بالضغط والسكر والاعتلال الكلوي والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. القافلة الطبية عبارة عن مستشفى ميداني متنقل بنضم 10 تخصصات طبية مختلفة، معنا خدمة الأشعة العادية، معنا خدمة الأشعة التلفزيونية، معنا خدمة المعمل الدم ومعمل الطفيليات، معنا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف بالمجان. بيتم توقيع الكشف الطبي على السادة المواطنين في التخصص المطلوب من قبل الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص. لو محتاج علاج دوائي، محتاج أشعة، محتاج تحليل، بيتم عمله بالمجان. لو إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة أو إذا كان محتاج رعاية سنوية، تدخل جراحي أو أشعة مقطعية أو منظار أو أشعة رنين، بيتم توجيهه لأقرب مستشفى تابع لمديرية الشؤون الصحية، وبنستكمل باقي الإجراءات في المستشفى، وبنستسند القرار علاج على منفقة الدولة للحصول على العلاج الشهري إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة أو الحصول على العملية الجراحية المطلوبة أو الأشعة المطلوبة.